أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيم زبر جاء زا زبر ألف مد زا زا زبر ألف مد زا همزة دو زبر أن جزاء همزة زبر لام ال ميم زبر ما لام خڑی زبر مد لا لام خڑی زبر مد لا الملا حمزہ زیر ای کاف زبر کا الملائكة تابشتو الملائكة همزة زين نون إن نون زبر ألف مد نا inna hamza zabar ain a qa zabar ya tay inna a'tay nun zabar alif na inna أعطينا همزة زير إي لام زبر يا لي إلي نون زبر ألف مد نا إلينا همزة زير إي يا زبر ألف يا إيا با زبر با إيا با ها بيش ميم هم إيا با هم إلينا إيابهم خا زبر يا خي رادو زبرن خا زبر يا خي رادو زبر يا راي يا زبر يا خيرا يا را زبر را خيرا يا را ها الٹا پیش هو خيرا يا راه شين زبر را شر را دو زبر الف يا راي شر راي يا زبر يا را زبر را شر راي يا را ها الٹا پیش هو شر راي يا راه
ميم زير يا مي قاف زبر ألف قا مي قا تا دو زبر تن مي قا تن تا زب تا دو زبر يا تن يا زبر وايو سب بچے انگلی رکھیں شاباش می قاتیو میم زبر ما می قاتیو ما فا زبر فا میم زبر نون یا می اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی میم زبر یا مئی یا زبر عین یا فمئی یا میم زبر لامل فمئی یعمل یا زبر ویو میم زبر ما يوم همزة زيت إي يوم إي ذال دو زير يا ذي يوم إذي يا زبر صاد يص يوم إذي يص ذال بيش دو را پیش رو یوم ایذی یصدرو اب ہم اس سب کو ملا کر ایک دفعہ پڑھیں گے جزاءً الملائکت انا اعطینا إلينا إيابهم إلينا إيابهم خيرا يره شرا يره ميقاتا يوم فمن يعمل يومئذ يصدر بیٹا جب میں خاموش ہو جاؤں پھر سٹارٹ کیا کریں يومئذ يصدر شاباش حروف حل کی کتنے ہیں کون کون سے حروف قلقلہ کتنے ہیں کون کون سے حروف مدہ کتنے ہیں کون کون سے حروف غنہ کتنے ہیں کون کون سے حروف مستعلیہ کتنے ہیں کون کون سے قاف غین خا شاباش ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکته و
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثناء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك